اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم يارا محمد فضالي، فرقة تانية، وان شاء الله النهاردة هنراجع عن موضوع جميل اسمه الكوتينيوس ليشمانيزيس. طبعا اتغطى في المحاضرة وعرفت موضوع الكوتينيوس ليشمانيزيس، انه كده في يوم من الايام وفي سنة من السنين اذ بدولة اسمها باكستان بدأ الناس عليها تظهر عليهم أعراض حية كده عاملة زي الطفح الجلدي كده، لدرجة إن السكين بتاعهم أحيانا كان بيقع. طب إيه الحكاية بقى؟ إن شاء الله هنعرفها النهاردة. أول حاجة لازم أعرفها إيه الأيتيمز اللي أنا لازم أخرج من المحاضرة أبقى عارفة كل الأيتيمز دي. أول حاجة عندي الديزيز، المرض، وإحنا اتفقنا في البارة إنه أي ديزيز بجيبه من اسم البارازايت. إزاي؟ أنا عندي اسم البارازايت بضيف له المقطع ييزس أو أوزس بيبقى بيديني اسم الديزيز. أنا البارازايت عندي اسمه الليشمانيا، إذا الديزيز بتاعي اسمه إيه؟ ليشمانيزس، مش محتاجة يعني. وبما إن الليشمانيا دي البارازايت ده بيأثر على الجلد، فإذا المرض هيبقى اسمه كوتينيوس ليشمانيزس. تمام. عايز اغطي برضو الجيوغرافيكال ديستريبيوشن والمورفولوجي واللايف سايكل والباثولوجي والدايجنوزس والتريتمنت والبريفنشن. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، الليشمانيا دي بتتوزع ازاي؟ قال لك والله زمان كانت في انواع من الليشمانيا موجوده زمان ومش موجوده دلوقتي، فبنسميها اولد وورلد ليشمانيزس، وفي انواع من الليشمانيا موجوده دلوقتي فبنسميها نيو وورلد ليشمانيزس. نبدا اول حاجه بالاولد وورلد ليشمانيزس. اول نوع عندنا فيه اسمها ليشمانيا تروبيكا ماينور. احنا عارفين ان كلمه تروبيكا او تروبيكال معناها استوائي، فدي انواع من الليشمانيا موجوده عند خط الاستواء وموجوده باعداد صغيره، عشان كده سميتها ليشمانيا تروبيكا ماينور. طيب ايه بقى ليشمانيا تروبيكا ماينور؟ قال لك والله دي موجوده في الميدل ايست وموجوده في انديا والميديترينيان كانتريز اللي هو من دول البحر الابيض المتوسط. ما يهمنيش قوي الدول، احنا مش في جغرافيا، احنا في بارة. يهمني بقى ايه السؤال اللي ممكن يجيلي هنا؟ الانفكشن. ازاي الليشمانيا تروبيكا ماينور بتنتقل الى الانسان؟ ارثروبوفيليك، ودي مميزه قوي. ليه بقى؟ كل انواع الليشمانيا يا اولاد اللي بتنتقل الى الانسان بتنتقل له عن طريق الحيوان، يعني زونوتك، ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور بتنتقل له عن طريق الحشرات، عشان كده سميناها ارثروبوفيليك. يعني احط في دماغي كده ان كل انواع الليشمانيا اللي انا هتكلم عليها دلوقتي كلها زونوتك ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور ارثروبوفيليك. طيب تاني حاجه الليشمانيا تروبيكا ميجور، دي اللي موجوده عند خط الاستواء ولكن بعدد اكبر من الماينور. موجوده فين؟ في ساوث اند سنترال اسيا، يعني في شمال وسنترال بتاع اسيا، موجوده في الشرق الاوسط، وموجوده كمان في الصحراء الافريقيه. الانفكشن زونوتك، احنا اتفقنا كله زونوتك ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور ارثروبوفيليك. تالت حاجه الليشمانيا اثيوبيكا، من اسمها يبقى موجوده في اثيوبيا وموجوده في اليمن وموجوده في كينيا. ما يهمنيش بقدر ما يهمني الانفكشن بينتقل ازاي، زونوتك زي ما اتفقنا. طيب النيو وورلد ليشمانيز بقى، انواع الليشمانيا اللي موجوده دلوقتي، قال لك والله اسمها ليشمانيا مكسيكانا او ليشمانيا برازيليانا، على اعتبار ان المكسيك والبرازيل من الدول الحديثه اللي موجود فيها البرازيل، موجوده في مكسيكو وموجوده في البرازيل. infection zoonotic، كله zoonotic ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور. طيب تعالوا نجمع كده الجيوغرافيكال ديستريبيوشن في مخطط كده يسهل علينا الموضوع. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان انا عندي اولد وورلد ليشمانيزس ونيو وورلد ليشمانيزس. في الاولد وورلد ليشمانيزس قلت عندي ليشمانيا تروبيكا ماينور وميجور وليشمانيا اثيوبيكا، وفي النيو وورلد قلت ان انا عندي ليشمانيا مكسيكانا وليشمانيا برازيليانا. اتفقنا كله زونوتك ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور هلاقيها ارثروبوفيليك، هلاقي كده كله زونوتك، مكتوب زونوتك ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور ارثروبوفيليك. وده سؤال مهم عشان لما يجي يسالني يبقى انا حاطه في دماغي كله زونوتك ما عدا الليشمانيا تروبيكا ماينور ارثروبوفيليك. يعتبر دي اهم حته في موضوع الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. برضو ممكن يسالني ازاي ابقى عارف برضو يا اولاد انه مثلا الاولد وورلد هي الليشمانيا تروبيكا ماينور وميجر واثيوبيكا. ممكن مثلا يقول لي ايه؟ يقول لي مثلا الليشمانيا اثيوبيكا دي من النيو وورلد، هقول له لا. طب ماينور دي برضو من النيو وورلد، لا. يبقى انا ببقى فاهمه مين النيو وورلد ومين الاولد وورلد. تمام. طيب هنتكلم تاني حاجه بقى عن المورفولوجي. قبل ما نقرا الجدول خلينا نبص الاول على الرسم. هشوف ايه في الرسمه؟ انا شايفه شكلين، حاجه كده مدوره ومكوره كده وحاجه طويله كده. ايه بقى الموضوع؟ قال لك والله الليشمانيا ليها تو فورمز، اول فورم عندي اللي هو الاماستيوت وتاني فورم اسمه البروماستيوت. طيب احنا خلاص كبرنا وبقينا دكاتره وعرفنا ان كلمه ا قبل اي كلمه بتنفيها، يعني لما اقول اماستيوت معناها الفورم بتاع، وكلمه ماستيوت طبعا معناها فلاجيلا. لما اقول اماستيوت يبقى ده الفورم من الليشمانيا اللي ما عندهوش فلاجيلا، زي ما انتم شايفين كده هو ما عندوش اي فلاجيلا، بس عباره عن كوره مدوره بس كده. طيب امال بروماستيوت؟ لا ده عنده فلاجيلا، هتلاقي حاجه عامله زي الديل اهو.
تمام. عايز اعرف ايه بقى؟ عايز اعرف، احنا كده قلت لي ان ده الامستيجوت اللي ما عندهاش والبرومستيجوت اللي عندها. طيب عايز اعرف بقى الانترنال مورفولوجي، عايز ادخل من جوه كده واتعمق جوه الشكل بتاعهم واعرف هم عندهم ايه. قال لك اول حاجه هم الاثنين عندهم اثنين نيوكليس. هتقولي لي ازاي بقى؟ هي مش الليشمانيا دي بروتوزوا يعني كائنات وحيده النواه؟ قال لك بصي، هو احنا عندنا النيوكليس الاساسيه، دي النيوكليس الاساسيه بتاعتنا تمام، لكن عندنا نيوكليس هي مش نيوكليس قوي يعني ما اقدرش اعتبرها ترو نيوكليس قوي، ولكن مجازا كده بنقول ان هم الاثنين عندهم تو نيوكليس تمام، عشان ما حدش بس الموضوع يختلط عليه. اول حاجه عندي النيوكليس، هنا اللارج نيوكليس وهنا السنترال نيوكليس تمام. النيوكليس الثانيه او اللي احنا بنعتبرها نيوكليس يعني اسمها الكاينيتو بلاست، يبقى الاثنين عندهم تو نيوكليس، النيوكليس العاديه سواء كانت لارج نيوكليس او سنترال نيوكليس، وعندهم الاثنين الكاينيتو بلاست زي ما السهم مشاور كده. طيب ايه الاختلاف بقى ما بين الامستيجوت والبرومستيجوت؟ يعني ايه اللي خلى دي ما يطلعلهاش فلاجيلا وايه اللي خلى دي يطلع لها فلاجيلا؟ قال لك والله البيزال بودي او بنسميه البينيفارو بلاست. تعالوا نركز كده يا اولاد، هتلاقوا في سهم نازل كده والسهم ده نازل منه خط، والخط ده مكملش، او الخط ده كان الفلاجيلا، يعني البينيفارو بلاست طلع الفلاجيلا بس ما طلعلهاش بره فخلاها امستيجوت ما عندهاش فلاجيلا. امال هنا قال لك البينيفارو بلاست كمل والفلاجيلا قامت جايه طالعه بره فبقى البرومستيجوت عندها فلاجيلا. طيب تعال نبص بقى على الجدول ونشوف الكلام اللي مكتوب في الجدول ايه. اول حاجه يقول لك ان الامستيجوت اوفويد او سفيريكال، وده زي ما احنا شايفين هنا انه قلنا ده اوفويد بيضاوي وده سبندل. يعني ايه سبندل؟ سبندل يعني مغزلي. بمعنى ايه؟ اي حاجه بتبقى ليها كده حاجه مدببه من فوق كده بنسميها سبندل، شايفين ده بنسميها سبندل شيب. نرجع كده قلنا اوفويد وده سبندل، يقول لك ده من 3 ل 2 مايكرو وده من 3 ل 14. هو نادرا لما بيسال عن الارقام يعني. اي حاجه الامستيجوت ما عندهاش فلاجيلا، البرومستيجوت عندها فلاجيلا وعندها حاجه اسمها انديوليتنج ميمبرين. يعني ايه بقى انديوليتنج ميمبرين؟ كلمه ميمبرين يعني غشاء احنا عارفينه. يقول لك والله انه البرومستيجوت في انواع من البرومستيجوت او انواع من الليشمانيا بيبقى عندها انديوليتنج ميمبرين، ميمبرين كده بيحوط البرومستيجوت، ولكن البرومستيجوت بتاعتنا ما عندهاش انديوليتنج ميمبرين. طب نسكنها ازاي؟ هي عندها فلاجيلا صح، كفايه عليها، مش مهم بقى انديوليتنج ميمبرين يعني. طيب ايه تاني؟ يقول لك ان الاثنين عندهم تو نيوكلياي، احنا عرفنا خلاص هنا لارج نيوكليس وسنترال نيوكليس والاثنين عندهم كاينيتو بلاست. قلنا الاختلاف في ايه؟ في البريفيرو بلاست او البارا بيزال بادي، في حاله الامستيجوت ما بيكملش ما بيدينيش فلاجيلا، في البرومستيجوت بيكمل ويديني فلاجيلا. ايه بقى المربع اللي فوق ده؟ اول مربع ده مهم جدا. يقول لك ان الامستيجوت هو الاونلي انتراسيلولار فورم اوف ليشمانيا. يعني ايه بقى الكلام ده؟ لما نيجي ناخد اللايف سايكل هقول لك انه في فورم من الليشمانيا لازم يبقى موجود جوه خليه، وده يهمني كمان في لما اجي اعمل دايجنوزس قدام. امال البرومستيجوت بلاقيه في ايه؟ بلاقيه في الفيكتور في الحشره وبلاقيه جوه الكالتشر، مهم جدا جدا لما يجي يسالني كده كام سي كيو مين الاونلي انتراسيلولار فورم. نسكنها ازاي يا اولاد؟ الامستيجوت اتفقنا ان هي ما عندهاش فلاجيلا صح، والفلاجيلا ده اصلا اورجن من الاورجنز بتاعه الحركه، فهي يعني غلبانه كده ومش قادره تتحرك. فربنا عمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلاها جوه الخليه محميه بيها. اذا اول ما يقول لي الحاجه الوحيده الاونلي انتراسيلولار فورم اقول له اه اللي موجوده جوه الخليه الغلبانه اللي ما عندهاش فلاجيلا اللي هي مين؟ الامستيجوت. امال البرومستيجوت هلاقيها فين؟ هلاقيها جوه الحشره في الفيكتور زي ما نشوف اللايف سايكل دلوقتي، والاقيها جوه الكالتشر. ايه الكالتشر دي؟ المزرعه اللي بتساعدني في الدايجنوز، وتاخدوها بالتفصيل ان شاء الله في المايكرو. طيب نيجي بقى على اللايف سايكل، انا عايز اعرف ايه في اللايف سايكل؟ اتفقنا ان اي لايف سايكل عندنا بتبقى بنقراها الاول او بنقولها الاول في سوره ستوري وبعدين نطلع منها الايتمز المهمه عندي. الستوري عندنا بتبدا بشقين، الشق الاول ان انا عندي انسان غلبان قاعد في امان الله، الانسان ده جت حشره اسمها الساند فلاي بدات تقرصه. الساند فلاي دي كان جواها البرومستيجوت، ومش احنا اتفقنا ان البرومستيجوت ده موجوده جوا الفيكتور اللي هي الحشره يعني؟ تمام. بدات الحشره تقرص الانسان وتحط في دمه البرومستيجوت، ولكن زي ما اتفقنا انه الاونلي انتراسيلولار فورم الوحيد اللي يبقى موجود جوه الانسان او جوه الخليه هو الامستيجوت. فقيس فجاه بالبرومستيجوت، اول حاجه كان يقولها يا اولاد البرومستيجوت ده كائن غريب صح؟ الجهاز المناعي هيقف يتفرج، ده الجهاز المناعي لازم ياخد اكشن كده. فاللي بيحصل انه البرومستيجوت الماكروفاج بتبدا تبلعها. مش الماكروفاج دي من الخلايا المناعيه عندنا؟ اه. الماكروفاج افتكرت انها عملت انجاز عظيم وكبير بانها بلعت البرومستيجوت، ولكن يعني حدث ما لم يكن في الحسبان. البرومستيجوت بدات تتضاعف وتكتر تكتر جوه الماكروفاج لحد ما تحولت الى الامستيجوت اللي هو الاونلي انتراسيولار فورم صح؟ طيب ايه اللي حصل بعدها؟ قال لك والله الماكروفاج بدات تنقسم، او بدا قلنا البرومستيجوت تنقسم، الماكروفاج بدات تنفجر ويخرج منها الامستيجوت. طيب الانسان دلوقتي بقى جسمه مليان امستيجوت. الشق الثاني من الستوري عندنا ان الانسان خلاص ده بقى معدي خلاص الانسان، تيجي بقى حشره تانية اسمها الساند فلاي. الحشره دي
مش جواها اي صوره من صور مصر، قلت الحشره دي عاديه كده ماشيه بتتجول، اذ فجاه لقت انسان، فقالت اما اروح ارخم عليه، ولكن في الاخر هو اللي رخم عليها. الحشره لما جت قرصت الانسان، الانسان عداها، عمل ايه يعني؟ قال لك دلوقتي الانسان جواه اماستيجوت، صح؟ الحشره انتقل لها الاماستيجوت، ولكن احنا اتفقنا ان البروماستيجوت هو الفورم اللي بيبقى موجود جوه الفيكتور. قال لك اول ما الاماستيجوت دخل جوه الحشره تحول الى البروماستيجوت، والبروماستيكوت بدأ ينتقل من المعدة بتاعة الحشرة إلى البروبوز. البروبوز ده يا ولاد اللي هو السن اللي الحشرة بتقرص بيه، تمام؟ بقى دلوقتي عندي الحشرة دي البروبوز بتاعها في بروماستيكوت، تروح تاني تقوم جاية تعدي إنسان وتقرصه وتحط الدم بروماستيكوت، وهكذا تتكرر دورة حياة الليشمانية. طيب انا مهم عندي اعرف ايه؟ مهم عندي اطلع ايتمز. اول حاجة هابيتات، خلاص المفروض احنا عرفنا يعني ايه هابيتات. طيب احنا قلنا انه البروماستيجوت لما بيدخل مين اللي بتاكله؟ الماكروفاج. وفي كمان خلايا اسمها الريتيكولو اندوثيليال سيل، خلايا في الجلد اسمها الريتيكولو اندوثيليال سيل. اذن الهابيتات الليشمانيا بيعيش جوه ايه جوه الانسان؟ قال لك والله يا اما الماكروفاج يا اما الريتيكولو اندوثيليال سيل. طب مين الديفينيتيف هوست؟ مين العائل الاساسي؟ مين اللي دار عليه الموضوع؟ هو الانسان. يقول لك انه في بعض انواع الليشمانيا بتبقى الماملز او اللي هو الثدييات يعني، وده بيعتمد على حسب السبيشز او الفصيله بتاعه الليشمانيا، ولكن اللي يهمني هنا الديفينيتيف هوست هو الانسان. تاني حاجة الانترميديت هوست او الفيكتور، الفيكتور عندنا اسمها ايه؟ الساند فلاي. سؤال مهم جدا جدا ان يقول لي نوع الفيكتور بيولوجيكال ولا ميكانيكال، واحنا خدنا في الانترودكشن انه عندي نوعين من الفيكتور، يا ميكانيكال يا بيولوجيكال، وده بيعتمد على حسب ايه؟ هو البارازايت ده قضى جزء من دورة حياته جوه الحشرة، والله لو قضى هسميه بيولوجيكال، لو ما قضاش هسميه ميكانيكال. طب احنا اتفقنا انه الامستيجوت لما الحشرة خدت الامستيجوت من الانسان اتحول جواها الى بروماستيجوت، صح؟ يبقى اذا البارازايت قضى جزء من دورة حياته بالفعل جوه الحشرة، اذا اعتبره بيولوجيكال فيكتور. مهم يا ولاد. طيب الانفكتيف ستيج عندي، احنا اتفقنا انه البروماستيجوت كان في البروبوز بتاع الحشرة اللي هتقرص بيه، اذا البروماستيجوت هو الانفكتيف ستيج عندي. طب ايه هو بقى المود اوف انفكشن؟ الانسان اتعدى ازاي؟ هي نفسها الاستوري يا عزيزي المشاهد، الانسان كان قاعد وحصل انيكيوليشن، يعني الحشره بدات تقرص وتحط في دمه مين؟ البروماستيجوت، وبدا يتحول الى اماستيجوت، القصه اللي احنا قلناها دي. طيب المفروض دلوقتي ان شاء الله ان احنا نكون فهمنا الليشمانيا وعرفنا ازاي نتسال فيها، سواء في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن او في اللايف سايكل او في المورفولوجي. طيب بعد كده عايز اعرف الباثولوجي، عايز اعرف المرض اللي الليشمانيا هتحتسه. قال لك والله احنا اتفقنا ان هو اسمه ليشمانيسيس. قال لك طبيعي كده لما اقول السطر الاولاني كده ان الكلينيكال بريزنتيشن بتاع الليشمانيا بيعتمد على الانفكتنج سبيشز والاميونيتي اوف ذا هوست، يعني لو شخص مناعته قويه تعادى بالليشمانيا غير لما يكون شخص مناعته ضعيفه، بديهيات يعني. طيب الليشمانيا بتعمل ايه؟ الليشمانيا بتعمل اربع حاجات. اول حاجه عندنا سيمبل كوتينيوس ليشمانيسيس، ومن اسمها حاجه سيمبل كده بسيطه، هي اول مراحل المرض في الليشمانيا. طيب يقول لك ان السيمبل كوتينيوس ليشمانيسيس ده عندنا نوعين، اكيوت وكرونيك. مش عارفه انتوا خدتوا في الباثولوجي او لا ايه الفرق بين الاكيوت والكرونيك. الاكيوت ده من الاخر صغير، يعني فتره المرض بتبقى صغيره بس نينجا بيهد الانسان فيه، بتبقى تاثير المرض قوي جدا على الانسان. الكرونيك مزمن، كلمه مزمن يعني حاجه مدتها طويله ولكن تاثيرها بيبقى قليل شويه. طيب ايه الفرق بين الاكيوت والكرونيك في حاله السمبل؟ والله يا ستي الاكيوت ده يقول لك انه اول حاجه بيظهر في الرورال. يعني ايه رورال؟ يعني بيظهر في الكره. طب نسكمها ازاي؟ الكره بقى باجواءها الخضره والزرع والحاجات الكيوت اللطيفه دي، فعشان هو رورال كره حاجات كيوت كده فبتبقى اكيوت، اكيوت سمبل كوتينيوس ليشمانيز. طيب قال لك والله سواء كانت في الاكيوت يا اولاد او الكرونيك الموضوع بيظهر في صوره بابيول. ايه بابيول دي بقى؟ ان شاء الله شايفين انتوا الحاجات دي، دي اسمها بابيول، يعني بالعربي كده او بالبلاد اسمها فسفوسه. طيب ايه الفرق ما بين البابيول في حاله الاكيوت وما بين البابيول في حاله الكرونيك؟ قال لك والله في حاله الاكيوت بتبقى ويت. يعني ايه ويت؟ عارفين احنا لما يطلع لنا حبايه ونتك عليها تلاقيها ملظلظه كده وبتروح وتيجي معانا، دي معنى كلمه ويت بابيول. لكن في حاله الكرونيك بيبقى الموضوع دراي، دراي بابيول. قلنا الاكيوت بيبقى في الرورال والكرونيك بيبقى في الاربن. نرجع ورا كده تاني، ادي عندنا الاكيوت بيبقى ويت، وفي الكرونيك بتبقى دراي بابيول، الاكيوت بيبقى في الرورال والكرونيك بيبقى في الاربن. تعال نقرا كده، الاكيوت قال لك ده بيكون بابيول، احنا اتفقنا خلاص الاثنين بابيول وعرفنا الفرق ما بينهم. قال لك والله يا اولاد البابيول ده ممكن يتكون ألسر، يعني ايه ألسر؟ قرحه، تمام عادي. طيب احنا سميناه سمبل ليه؟ قال لك والله اصل هو الناس قوي ومحترم وبيحصل سيلف هيلينج، يعني بمجرد انك حصل لك بابيول هتقعد فتره معينه وهيخف لوحده. طيب احنا اتفقنا اكيوت يعني حاجه صغيره، يعني المده بتاعته صغيره فيقعد من 3 الى 6 شهور، لكن الكرونيك مزمن حاجه المده بتاعته طويله اللي هو من 1 ل 2.
نقرا بقى. الاكيوت قال لك ده عباره عن ويت رورال انفكشن، بيكوني بابيول، والبابيول دي ممكن تتحول الى ألسر، وهو سيلف هيلينج في خلال من 3 الى 6 شهور. طيب الكرونيك هو بيبقى دراي بابيول وبيبقى بيظهر في الايرمن. طيب ويبقى كمان بينلس، يعني البابيول الفسفوسه دي بتوجعني، قال لك لا هي مش بتوجعك، هي سيمبل بسيطه خالص. طيب وقلنا كمان بيتكون ألسر وهو سيلف هيلينج، وعشان هو كرونيك مدته طويله فبيخف بعد حوالي من سنه الى سنتين، بيليف حاجه يا ولاد اسمها سكار. يعني ايه سكار؟ عارفين احنا كده لما بنتعور والتعويره بتاخد وقت كده وتعلم لي علامه في الجلد، اهي دي اللي اسمها السكار. تمام، ادي اول حاجه السيمبل، وشفنا شكل البابيول وعرفنا ان هو اكيوت وكرونيك. تاني حاجه الليشمانيا ريسيدفنس، كلمه ريسيدفن يعني معناها مقيم، خلاص الليشمانيا بدات تقيم جوه جسمي وتعمل حاجه تانية اسمها الليشمانيا ريسيدفنس. قال لك ذيس ار ريبليسنج فورم اوف ليشمانيزيس ديو تو ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي اميون رياكشن. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك وده سؤال مهم، ان يقول لي انهي نوع من الليشمانيا بسبب الديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي، بسبب الليشمانيا ريسيدفنس، خلاص الجسم بدا يقوى ويحس ان الليشمانيا بدات تتغابى، فبدا يتغابى هو كمان ويعمل اميون ريسبونس. طيب ايه الصوره بتاعته وايه شكل الليشمانيا ريسيدفنس؟ قال لك ده عباره عن مالتيبل ان هيلينج ليجن ابيرز اراوند البرايمري هيل ليجن. طيب تعال نبص كده يا اولاد على الصوره، ادي البابيول عندنا، الحاجات اللي في النص دي اللي هي البابيول اللي كانت ظهرت في السيمبل كوتينيوس ليشمانيزس، بدا يظهر عليها الحاجات دي، يقول لك ان هيلد ليجن، خلاص الشكل ده بنسميه ليشمانيا ريسيدفنس. طيب تالت حاجة عندنا الميوكو كوتينيوس ليشمانيز او الاسبونديا، كلمة من اسمها كده ميوكو كوتينيوس، يعني بيظهر في الميوكو كوتينيوس تيشو. هو احنا عندنا ميوكس فين؟ يقول لك عندنا ميوكس في النوز، وعندنا ميوكس في الماوس، وعندنا في الفارينكس واللارينكس كمان. فقال لك this form of disease is rare and has the same pathology of one، يعني نفس الباثولوجي بتاع السيمبل كوتينيوس ليشمانيز، ولكن الفرق بقى بينهم ايه؟ انه ده بيظهر في الاماكن خصوصا اللي فيها ميوكس ممبرين زي الماوس وزي النوز وزي الفارينكس وزي اللاركس. طيب مميز قوي يا اولاد للميوكو كوتينيوس ليشمانيزيس، ان ربنا يعافينا الناس اللي بيجي لها ميوكو كوتينيوس ليشمانيزيس، الموضوع بيوصل لدرجه تسييح الغضاريف. عارفين النوز؟ عارفين الحته في النوز اللي هي الناشفه دي، اللي لو حد خبطنا بنيه فيها بندوخ كده وسندوني يا رجاله عشان مهبط، الحته دي بنسميها الكارتج او الغضاريف. تخيل انت بقى ربنا سبحانه وتعالى خليها قويه ومتماسكه، تخيل الحته دي تسيح وتبقى يعني حاجه كده طريه خالص، ده اللي بيحصل في حاله الميوكو كوتينيوس ليشمانيزيس. تعالوا نشوف الصوره، شايفين الصورة؟ يعني ربنا يعافينا يا رب، المناخير بتاعة الشخص عاملة ازاي؟ شايفين الميوكس ممبرين بدأ يحصل له ليكوفاكشن، بدأ يسيح، وخصوصا الكارتج بتاعة النوز. فانا اول ما اشوف الصورة دي اشوف شخص مناخيره بايظة بالشكل ده، يبقى ده ميوكو كوتينيوس ليشمانيزيس. يبقى احنا اتكلمنا عن ميوكو كوتينيوس ليشمانيزيس، وقلنا ان there is a destruction في السوفت تيشو لدرجة انه بيحصل ليكوفاكشن في الكارتج، يعني تسيح للغضاريف. بس ده تالت حاجة. طب بعد كده اخر نوع عندنا وهو الاخطر، الديفيوز كوتينيوس ليشمانيزيس، والمرحله دي يعني صعبه قوي ان انا اوصل لها، هي مرحله رير نادره، لاني مش هسيب المريض ان يوصل للمرحله الخطيره دي. طيب قال لك والله بيكون كرة بابيولز برضو، بس مهم بقى في البابيولز ده انها نوت التريتنج، مفيش قرحه. ليه مفيش قرحه؟ قال لك الشخص اللي بيجيله ديفيوز كوتينيوس ليشمانيزيس، الشخص ده بيبقى مناعته واقعه جدا جدا جدا. من نعمه ربنا يا اولاد بينا ان احنا بنتعب، ازاي؟ ما انا لو ما تعبتش مش هعرف ان انا عندي مرض. مثلا لو انا كده صحيت من النوم لقيت وشي كده فيه قرحه، هعرف ان في مشكله عندي، عشان عندي جسمي شغال كويس ومناعتي شغاله كويسه، فعملت لي قرحه عشان تديني مؤشر ان في حاجه، يعني احذر في خطر جاي. الشخص ده مناعته واقعه جدا جدا لدرجه ان المناعه مش قادره تعمل قرحه، فهو نوت ألسريتنج. طيب يقول لك والله this form is seen only in patient who don't develop a cell mediated immune response، يعني الشخص ده مناعته واقعه من الاخر، عشان كده الليجن ده ما بيعملش قرحه. طيب يقول لك انه على عكس اللوكالايزد ليشمانيزيس، يعني ايه لوكالايزد؟ اللي هو السيمبل، يعني قلنا في السيمبل انه سيلف هيلنج، يعني بيهيل لوحده عشان هو سيمبل، لكن ده في الديفيوز لا، انت دخلت في مرحله الخطر لازم يبقى فيه تريتمنت عندنا، ما ينفعش يهيل لوحده. طيب نشوف شكل الديفيوز، ايه شكل الديفيوز؟ من اسم كلمه ديفيوز معناها منتشر، فالموضوع بدا ينتشر في الجسم كله ويظهر بقى فيه، بصوا شايفين الصور، بدا ينتشر في الجسم كله خالص كده، ربنا يعافينا يا رب. طيب دلوقتي خلصنا خلاص الباثولوجي، المفروض بقى ان احنا نشخص، ازاي اعرف بقى ان الشخص ده عنده ليشمانيزيس؟ طيب اول حاجه بالكلينيكال بيكتشر، يعني كدكتور هبص للعيان هلاقي مناخيره كده فيها ديكوفاكشن في الكارتليج، هلاقي عنده بابيولز كده، هبدا اشك ان هو عنده ليشمانيا. طب هبدا اعمل ايه بعد كده؟ عايزه اعمل ديتكشن للاورجانيزم، عايزه اشوف الاورجانيزم. طيب هعمل ايه؟ في حاجه كده عندنا
اسمها اكسيديت او بنعمل سوام. يعني مثلا اجي عند مناخير الشخص واخد منه جزء من الميوكس كده واحطه على شريحه وبطريقه معينه بفحص الميوكس ده. قال لك المفروض تلاقي فيه الاورجانيزم عندنا اللي هو مين؟ الليشمانيا. طيب انا متوقع اشوف فيه مين؟ الامستيجوت ولا البروماستيجوت؟ قال لك طبعا وبدون تفكير الامستيجوت. ليه؟ لان احنا اتفقنا انها الاونلي انتراسيلولار فورم، يعني الفورم اللي بيبقى موجود جوه الانسان. فتاني طريقه يقول لك ان بعمل ديتكشن الاورجانيزم اللي هو الامستيجوت، ودي مهمه، من الاكسيوديت عن طريق بناخده من الانديوريتد ايدج من الالسر. لو عنده مثلا قرحه في وشه بناخد كده حته من القرحه دي ونحطها على مثلا سويب او حاجه ونحطها على شريحه زجاجيه ونفحصها. طيب يقول لك ان احنا بنصبغها عشان نشوفها، بنصبغها بصبغه اسمها الليشمانيا. بديهيات، الاورجانيزم اسمه ليشمانيا فطبيعي ان الصبغه اسمها ليشمانيا. طيب ممكن طريقه ثانيه، اه ممكن ياخد الاورجانيزم من الاكسيوديت وبدل ما احطه على مثلا سواب او بدل ما احطه على شريحه زجاجيه بنحطه على ميديا، كالتشر ميديا. هتعرفوا في المايكرو يعني ايه كالتشر. الكالتشر بتاعتنا اسمها ان 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 ميديا، ودول اختصار لثلاث اسامي علماء، مش مهم قوي نعرف اسامي العلماء، نعرف بس اسم الميديا. طيب انا بفحص في كالتشر صح، متوقع اشوف ايه؟ طبيعي بروماستيجوت. ليه؟ اصل احنا قلنا البروماستيجوت ده بيبقى موجود فين؟ موجود في الكالتشر والفيكتور. يبقى انا لو خدت سواب او السر من الانسان نفسه هلاقي امستيجوت، لكن لو عملت في كالتشر هلاقي البروماستيجوت. طيب اعمل ايه تاني؟ سيرولوجيكال تيست. يعني ايه سيرولوجيكال تيست؟ سيرولوجي يعني ابحث يا اما عن الانجين يا اما ابحث عن الانتي بودي. طب السيرولوجي اللي عندنا اسمه اليزا او الايفاد، ده اللي هو اميونو فلورسنس انتي بودي تكنيك. بمعنى انا مثلا هدور في دم العيان ده عن انتي بودي. كل البارازايت يا ولاد بيبقى يعني معاه انتي بودي مخصص ليه، يعني الليشمانيا ليها الانتي بودي المخصص ليها. فانا لما افحص دم المريض والاقي عنده الانتي بودي بتاع الليشمانيا، فده معناه ان هو عنده ليشمانيا، بديه. طيب اخر حاجه، ودي اكتر طريقه، مش اخر حاجه لا، هي دي اكتر طريقه اكيوريت في تشخيص الليشمانيا او تشخيص اي مرض عموما، وهي البي سي ار، ولكن دي طريقه الاغنياء فمالناش دعوه يا عبده. طيب اخر طريقه يا اولاد اسمها المونتينيجرو تيست. يعني ايه مونتينيجرو تيست؟ هتعرفوا في المايكرو ان شاء الله ان احنا عندنا حاجات كده اسمها سكين تيست، اختبارات سكين او اختبارات حساسيه. ايه اللي بيحصل؟ خلينا نبص على الرسمه هنا كده. عندنا المونتينيجرو تيست بنجيب جزء بسيط من الليشمانيا، بس انا ابقى فاهمك يا دكتور ان الجزء ده مش هيأذي الانسان، قوم جاي حقناه هنا. والله لو بدا يعني السكين تيست كل واحد ليه علامه مميزه، في بعض السكين تيست تعمل احمرار بعدها يحصل انديوريتنج كده، يعني يحصل انه الجلد يبدا يطلع كده. المهم لما يحصل الرياكشنز دي بعرف ان الشخص ده عنده الليشمانيا، زي احنا شايفين في الصوره كده. لو لقيت ان الصوره دي مثلا لقيت فينا في احمرار او كده هعرف ان الشخص ده عنده الليشمانيا. ده بيبقى بسبب ايه بقى؟ ان انا دلوقتي حقنت الانجين صح، فالشخص ده المفروض ان هو بيطلع انتي بودي، ده لو هو عنده الليشمانيا. طب هو مش عنده الليشمانيا، لا يبقى الموضوع هيختلف. ادي عندي المونتينيجرو تيست، نبدا نرجع ورا كده نشوف ايه الموضوع. المونتينيجرو تيست قلنا ان هو بس عيبه بقى ايه؟ يقول لك ان هو بيبقى بوزيتيف، يعني بيطلع فعلا ياكد لي فعلا ان الشخص ده عنده ليشمانيا في حاله السيمبل كوتينيوس ليشمانيزس وفي حاله الميكرو كوتينيوس، ويبقى نيجاتيف في حاله الديفيوز اللي هو اخطر حاله. يا عم والله انا بوزيتيف، يقول له لا انت نيجاتيف. يا عم بوزيتيف، يقول له لا انت نيجاتيف. المشكله بقى ان في حاله الديفيوز ان هو بيبقى بوزيتيف بعد ما يحصل يعني هيلينج للديفيوز ليشمانيزس، يعني انا اخف ويطلع بوزيتيف، فالموضوع غريب جدا يعني. فالمونتينيجرو تيست مش اكيوريت قوي، ولكن فاهمه جدا انه ممكن يسالني ايه التيست اللي انا بستخدمه في حاله الليشمانيا، اعرف ان هو المونتينيجرو تيست. طيب بعد كده بقى عايزين نعرف ايه؟ خلاص شفنا صوره التيست، التريتمنت بقى لكل ظالم نهايه. خلاص الليشمانيا بهدلتنا، لازم نعرف ايه هو التريتمنت بتاعها، ايه العلاج بتاعها. اول حاجه يقول لك انه الليجن على حسب، والله لو انت عندك سيمبل كوتينيوس ليشمانيزس فده ابن ناس. يعني ابن ناس يعني هيل سبونتينيوسلي، يعني بيخف من تلقاء نفسه. طيب قال لك والله ان ذس سيلف هيلينج بروسيس، الكلام ده كله ملخصه يا اولاد انه السيمبل كوتينيوس ليشمانيزس بيخف لوحده. طيب يعني انت مش محتاج قوي انك تعمل تريتمنت في السيمبل، لا مش محتاج تعمل تريتمنت في السيمبل. طيب تاني حاجه يقول لك ان انا عندي خيارات كتير قوي، انا ممكن اعمل بجراحه، ممكن اشيله بالجراحه، ممكن اعمل بالهيت، ممكن اعمل علاج، ودي كلها حاجات بتعتمد على حسب انت وصلت لمرحله ايه في الليشمانيا. طيب الدرجز اللي عندنا درجز من عائله اسمها بنتا انتي امين دراج، كلمه بنتا يعني خماسي، يعني ادويه خماسيه يعني. طيب الادويه تحسوا انها رخمه سيكه، بس احنا ام سي كيو صح، فعايزين يعني نعمل كده فوتو ميموري للدراج، يعني انا عايزه اشوف الدراج كده اعرف ان هو بتاع الليشمانيا. طيب اول دراج عندنا اسمه صوديوم ستيبوجلوكونيت، الاسماء اللي بين الاكواز دي الاسماء التجاريه اللي هي بتبقى موجوده في الصيدليات. تاني دواء اسمه ميجلوماين انتيومونيت، تالت دواء اسمه انفوتريسين بي، ورابع دواء اسمه بنتاميدين. نحاول نسكمها قدر الامكان. انفوتريسين بي ده هتسمعوه كتير قوي في الفارما، اسمه سهل ولذيذ كده انفوتريسين بي. طيب عندنا الدواء التاني اسمه صوديوم ستيبوجلوكونيت،
افتكروا كده دواء عندنا اسمه صوديوم، فيه الصوديوم والحرف التاني منه اس، ستيبو، صوديوم ستيبو جلوكونات. تمام، عندنا الدواء التالت اسمه ميجلوماين انتي مونيت، نسكن كده انه بدايته ميجلو وفي كده كانه اسم مونه كده، مونيت. تمام، والدواء الاخير بنتاميدين، بنتاميدين تحسوا كده كلمه بنت اسمها مدين، ما فيش بنت اسمها كده بس ايه لزوم التسكيمه يعني. يبقى اول دواء عندنا اسمه امفوتريسين بي، والدواء التاني اللي اسمه فيه صوديوم وفيه بعده كده ستيبو، صوديوم ستيبو جلوكونيت، والميجلوماين انتي مونيت قلنا فيه كده ده اسم مونه كده في النص بدايته ميجلو وفي في الاسم التاني كده مونه. طيب وبنتاميدين، دي بالنسبه للادويه عندنا. طبعا ده رياكشنكم بعد ما شفتوا الادويه، وهي تبان صعبه بس زي ما قلت لكم احنا ام سي كيو، فالموضوع عندنا بيعتمد اكتر على الفوت ميموري. يعني البريفنشن، ازاي اقي نفسي بقى من الليشمانيا؟ اول حاجه افويد الانسكت بايت. احنا عرفنا اصلا انه الموضوع كله كان بسبب حشره اسمها ساند فلاي، والله لما قرصتني هي اللي عملت لي البلاوي دي كلها. تاني حاجه كنترول اوف انسكت فيكتور، يعني ايه الفيكتور اللي هي الحشره اللي هي الساند فلاي دي، انا مثلا لو انا عارفه انها بتموت بمبيد حشري فلاني هستخدمه عشان اخلص من الموضوع من البدايه. بروتكشن اوف ليجن فروم انسكت بايت، طبعا لو انت عندك ألسر او قرحه ما ينفعش تسيبها معرضه كده، بنحميها بقدر الامكان عشان التلوث والانفكشن والكلام ده. واخر حاجه التريتمنت والهيلث اديوكيشن، زي ما قلنا التريتمنت الادويه ازاي هعمل تريتمنت الليجن ده، والهيلث اديوكيشن نبدا نوعي الناس باخطار الليشمانيا. طبعا ده فرحان المحاضره خلصت، ولكن الفقره المحببه الى قلوبكم جميعا الاسئله. اول سؤال عندنا all of the infection of leishmania is zoonotic، قعدت اكد كتير على السؤال ده، كله zoonotic ما عدا ها leishmania tropica minor، صحيح. تاني حاجه the only intracellular form of leishmania is the bromastigot، افتكر كده احنا قلنا الامستيجوت عشان ما عندهاش فلاجيلا فهي يعني غلبانه فربنا خليها the only intracellular form، فهل هو البروماستيجوت؟ لا، false. السؤال الثالث وي فاوند البروماستيجوت، بنلاقي البروماستيجوت فين؟ والله اتفقنا البروماستيجوت يا بلاقيه في الكالتشر يا اما في الفيكتور، يبقى السجاب عندي الكالتشر. امال كنت بلاقي ايه في الاكسيديت؟ كنت بلاقي الامستيوت. واخيرا تحتاج من الحين للاخر ان يخبرك احدهم بانك اشطر كتكوت، كونك وصلت للمرحله دي وصلت المديول الرابع في البي ام بي فده انجاز كبير، وحقيقي حقيقي انت اشطر كتكوت، يعني لازم تبقى فخور بنفسك وبالانجاز اللي انت عملته حتى لو صغير، ويعني وبلاش جلد ذات، ودايما عندنا فرصه ان احنا نبدا مره تانية، ويعني حتى لو اخفقنا في حاجه ان شاء الله ربنا يوفقنا ويكرمنا، ان شاء الله ربنا ييسر لكم كل عسير وتكون سنه لطيفه وخفيفه على قلوبكم جميعا يا رب. في الاخر احلى سلايد، ثانك يو.